السيسي يصدر قراراً عاجلاً بشأن روسيا، وتجديد عاجل من الرئيس السيسي والتنفيذ فوراً من غرفة العمليات ننشر التفاصيل. وأول رد عاجل من مفتي الجمهورية على استخدام المعجون وفرشاة الأسنان أثناء الصيام. وفي مفاجأة لاستبدال الدولار بالجنيه المصري خطوة وشيكة، وفي مفاجأة كبرى الإمارات تستحوذ على شركات حكومية في مصر. وعاجل النيابة العامة تشرح في بيان مفصل تفاصيل احتجاز ووفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار الجديدة أول بأول. عاوزين نوصل ل 2000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار عاوزين نغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معنا، وتجديد عاجل من الرئيس السيسي والتنفيذ فورا من غرفة العمليات. وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة تواجد مسؤولي المحافظات في الأسواق والشوارع لضبط الأسعار وتوافر السلع. وهنأ الرئيس السيسي المحافظين على شبكة غرفة عمليات المتابعة لمحافظات الجمهورية خلال تفقده الغرفة ومتابعته سير العمل في المحافظات، أكد ضرورة السيطرة على أسعار السلع. أشار الرئيس السيسي إلى ضرورة أن يكون هامش الربح في السلع معقولا وبدون مبالغة في المكسب بالنسبة للتجار حتى لا يشكل ذلك عبئا على المواطنين. أكد ضرورة تواجد الحكومة والدولة من خلال المحافظات للتواجد في الشوارع والأسواق بشكل واضح لضبط الأسعار. كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة تواجد كل مسؤول في المحافظات في الشارع والأسواق والميادين ومتابعة حركة السوق وأسعار السلع. أشار إلى توافر السلع وخاصة الأساسية منها، أفاد بأن الأزمة الحالية في ارتفاع تكلفة السلع قد تطول بعض الوقت. أضاف أن الوضع يتطلب تصورا لتوافر السلع وضبط الأسعار حاليا وخلال الشهور القادمة. مصدر معانا كان من صحيفة الأهرام، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. إذن الرئيس السيسي من غرفة العملية بيشدد على ضرورة ضبط الأسعار من قبل التجار، بيأكد وجود المسؤولين في الشارع لضبط الأسعار وتوافر السلع للمواطنين. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر، والرئيس السيسي يصدر قرارا عاجلا بشأن روسيا. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا يقضي بمنح الإذن لوزير المالية في أمر يتعلق بالرحلات الجوية إلى المطارات الروسية. ذكرت صحيفة اليوم السابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القانون رقم 20 لسنة 22 بالإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في الوفاء بالتزاماتها المالية التي قد تنشأ عن تشغيل رحلات جوية من وإلى مطارات دولة روسيا الاتحادية، وذلك في حالة وقوع حوادث سواء نتيجة ظروف التشغيل أو نتيجة أخطار، ونشر القرار في الجريدة الرسمية. مصدر معانا كان من اليوم السابع، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وفي مفاجأة هل استبدال الدولار بالجنيه المصري خطوة وشيكة؟ رد خبير اقتصادي على مقترح وزارة المالية المصرية بإمكانية استبدال الدولار بالجنيه المصري في التعامل الداخلي مع قطاعات النقل البحري وبعض القطاعات الأخرى. وقال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح في حديث لصحيفة RT إنه لا ينبغي اعتبار مقترح وزير المالية إيقاف التعامل بالدولار داخل البلاد بشأن غرامات الأرضيات التي تدفع بالدولار للخطوط الملاحية على أنه خطوة وشيكة سيتم تطبيقها لتقليل الضغط على العملة الأجنبية وسداد مصروفات تداول الحاويات بالجنيه المصري في الواقع. يجب دراسة هذا المقترح بعناية من قبل الأطراف المعنية بما في ذلك الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وشركات الخطوط الملاحية، ودراسة الجوانب القانونية وما إذا كان المقترح يتطلب تعديل القانون واللوائح ذات الصلة. وأشار إلى أن قياس التوابع في حالة عدم موافقة شركات الخطوط الملاحية الدولية على القرار على خلفية إصدار قرارات تؤثر على خطط أعمالها والجدوى الاقتصادية لنشاط الأعمال التي تؤثر فيها قرارات مفاجئة هو الأمر الذي يؤثر سلبا على بيئة الاستثمار. أضاف يجب مراعاة أن تستند هذه الدراسات على موازنة لتحقيق التوازن الصحيح بين الإيجابيات والسلبيات وتقدير للمبالغ التي سيتم توفيرها سنويا
حال الموافقة على سداد تلك المستحقات لشركات الخطوط الملاحية الدولية بالجنيه المصري بدلا من الدولار. رأى أنه يجب مراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية مع وضع بعين الاعتبار مدى تأثير هذا القرار على بيئة الاستثمار في وقت تسعى الدولة إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يبحث المستثمرون الأجانب عن إطار قانوني تنظيمي مستقر عندما يقررون دخول بلد ما من أجل عمل استثمارات طويلة الأجل. المصدر معانا كان من RT، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، يعني هذا رأيه في موضوع استبدال الدولار بالجنيه المصري للتعامل الداخلي في قطاعات النقل البحري وبعض القطاعات الأخرى. أترك لكم التعليق، عاوز أعرف رأي حضراتكم في هذا الخبر المهم. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وأول رد عاجل من مفتي الجمهورية على استخدام المعجون وفرشاة الأسنان أثناء الصيام. حسمت دار الإفتاء المصرية جدل حول سؤال حكم استعمال معجون وفرشاة الأسنان أثناء الصيام. وذكرت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز للصائم استعمال المعجون وفرشاة الأسنان لتنظيف الفم والأسنان، بل وهو مستحب خاصة في الصباح بعد اليقظة من النوم وعند تغيير الفم. وأضافت: وقد كره الإمام الشافعي ذلك الزوال للصائم لما جاء في الحديث الشريف من أن فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا معنى حسن، إن كان الناس لا يجدون رائحته فإن كان الصائم يتعامل مع الناس فإن الأفضل له أن يغير رائحة فمه ولو بعد الزوال، توقيا لأن يتجنب رائحة الفم، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. كما تلقت دار الإفتاء سؤالا آخر يقول: هل خلع الأسنان في نهار رمضان يبطل الصيام؟ أجابت قائلة: خلع الأسنان للصائم جائز ولا يبطل الصيام بذلك، إذ لم يدخل شيء إلى الجوف وخروج الدم من خلع الأسنان لا يؤثر في الصيام، ولكن يجب على الصائم أنه ياخد باله من ابتلاع الدم. مصدر معانا كان من صحيفة الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. إذن دار الإفتاء المصرية يعني ردت على سؤال مهم جدا، وكان الناس بتسأله هل استخدام المعجون وفرشاة الأسنان يبطل الصيام أم لا؟ دار الإفتاء المصرية بكل بساطة قالت يعني أنه حلال ومستحب، يعني ما فيهوش أي مشكلة، ولكن يجب ان احنا ما ندخلش حاجة في الجوف. اترك ليكم التعليق، وعاوز اعرف رأي حضراتكم في هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر اخر، وفي مفاجأة كبرى، الامارات تستحوذ على شركات حكومية في مصر، وكشفت البورصة المصرية تنفيذ 5 صفقات كبرى من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير بلوك تريدينج للاستحواذ على حصص في 5 شركات مقيدة بها بقيمة 1.8 مليار دولار. بدأ الصندوق السيادي أبو ظبي ADQ في الاستثمار في مصر عبر الاستحواذ على حصص حكومية وخاصة في شركات مقيدة بالبورصة المصرية حسب مصادر، وهو ما تم تنفيذه أمس، والاستحواذ على حصص في البنك التجاري الدولي وفوري والإسكندرية لتداول الحاويات موبكو وأبو قير للأسمدة. وتم الإعلان في السابق عن عزم أحد الصناديق السيادية في أبو ظبي الاستحواذ على حصص مملوكة للحكومة في بعض الشركات بقيمة حوالي 2 ملياري دولار. أعلنت البورصة المصرية تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير بلوك تريدينج على أسهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية لعدد 316 و124 و215 سهم بمبلغ مدفوع 68,598,315 دولار. كما تم تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير بلوك تريدينج على أسهم إسكندرية لتداول الحاويات لعدد 88,721,476 سهم بمبلغ مدفوع 159,067,000 دولار أمريكي. ذكرت البورصة أنه تم تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير بلوك تريدينج على أسهم البنك التجاري الدولي مصر لعدد 135,096,340 سهم بمبلغ مدفوع 911,457,000 دولار أمريكي، وتنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير بلوك تريدينج على أسهم مصر لإنتاج الأسمدة لعدد 45,823,446 سهم بمبلغ مدفوع 266,553,000 دولار أمريكي. كما تم تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم أبو قير للأسمدة الصناعات الكيميائية
مبلغ مدفوع 391 مليون 945 ألف دولار أمريكي. المصدر معانا كان من القاهرة، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر وفي منتهى الأهمية، وعاجل النيابة العامة تشرح في بيان مفصل تفاصيل احتجاز ووفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود. أعلنت النيابة العامة المصرية أنها باشرت التحقيق في وفاة أيمن هدهود، وكان شقيق هذا الباحث الاقتصادي قد أعلن وفاته مطلع فبراير الماضي بعد توقيفه. نفت وزارة الداخلية المصرية حينها أن يكون أيمن هدهود قد تعرض للاختفاء القسري. ومن جديد ذكرت النيابة العامة المصرية أنها تباشر التحقيق في وفاة أيمن هدهود، مشيرة إلى أنها كانت تلقت بلاغا في السادس من شهر فبراير الماضي من حارس عقار بحي الزمالك بدخول أيمن هدهود إلى العقار الذي يحرسه ومحاولته فتح إحدى الشقق به وهذيانه في ذلك الوقت بكلمات غير مفهومة، فأمسك به وحضرت الشرطة وألقت القبض عليه. وباشرت النيابة العامة التحقيقات وحاولت استجواب المتهم في ذات اليوم فيما نسب إليه من اتهام الشروع في السرقة، ولكن تعذر استجوابه لترديد كلمات غير مفهومة وتشككت في سلامة قواه العقلية، فاستطردت أمرا من المحكمة المختصة بإيداع أحد المستشفيات الحكومية لإعداد تقرير عن حالته النفسية، وأودعته النيابة العامة بإدارة الطب النفسي الشرعي بالمجلس القومي للصحة النفسية بالقاهرة بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية لإعداد تقرير طبي عقلي عن حالته ومدى مسؤوليته عن أفعاله وقت ارتكابه الواقعة. وتابعت النيابة العامة المصرية سرد الأحداث قائلة: واستمعت النيابة العامة لشهادة حارس العقار مقدم البلاغ فشهد بضبطه المتهم بعد دلوفه العقار مسرعا، ولما حاول استيقافه سبه المتهم وقصد إحدى الشقق بالعقار وشرع في فتحها عنوة مناديا على اسم سيدة، فلما حاول رضعه بمعاونة حارس عقار آخر تعدى المتهم عليهما وانتابته حالة هياج شديد وألقى بنفسه أرضا وأخذ يصيح بكلمات غير مفهومة، فأبلغ الشرطة التي حضرت على الفور وألقت القبض عليه. وقد أيد حارس العقار المجاور ذات الرواية في التحقيقات، وقد شهد مجرى التحريات بأن تحريات لم تتبين إذا ما كان قصد المتهم من فعل السرقة من عدمه. وفي الخامس من شهر مارس الماضي اخترت النيابة العامة بوفاة المتهم بالمستشفى المودع بها جزاء هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، فنظرت النيابة العامة جثمانه وتبين لها خلوه من أي إصابات، كما انتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الظاهري على جثمانه فتأكد عدم وجود شبهة جنائية في وفاته، وأكدت تحريات الشرطة كذلك أنه لا يوجد شبهة جنائية في وفاته. أكدت النيابة العامة المصرية أنها اتخذت في ذلك الوقت إجراءات النشر والتصوير المتبعة مع المتوفيين للوصول إلى ذويهم لتسليمهم الجثمان لدفنه، فحضر اثنان من أشقائه عادل وأبو بكر وشهد في التحقيقات بأنهما لا يشتبهان في وفاة شقيقهما جنائيا. المصدر معانا كان من صحيفة أرتيه، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيفة على حضراتكم متقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمين من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا أي بي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بنفس الاسم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.